انطلاقا من المسؤوليه التاريخيه للاحزاب والقوى السياسيه والنقابيه، تاتي هذه الوثيقه المعبره عن القوى المشاركه في ائتلاف الجبهه المصريه مع النقد مصر، لتتبنى اماني وتطلعات الشعب المصري وخياراته الاساسيه التي عبر عنها من خلال اهداف دورتين، 25 من يناير و30 من يونيو، مؤكدة في ذلك على عدد من الأهداف والثوابت الأساسية. أولاً، يسعى ائتلاف الجبهة المصرية مع النقد مصر، والذي يضم أحزاب الحركة الوطنية والمؤتمر ومصر بلد والشعب الجمهوري والتجمع والغرب والجيل ومصر الحديثة والاتحاد العام لنقابات عمال مصر واتحاد النقابات المهنية ونقابة الفلاحين، علاوة على بعض القوى الأخرى التي ذكرها الأستاذ دكتور صلاح، وقوى مجتمعية أخرى عديدة، إلى بناء الدولة الديمقراطية الحديثة التي تهدف إلى تحقيق الحرية والعدل الاجتماعي والمساواة بين المواطنين بغض النظر عن الدين أو الجنس أو العرق. والجبهة بالتأكيد تدرس هذا الأمر جيدا وتضع قضية المصلحة الوطنية هي الاعتبار الأول والأساس. نحن بالتأكيد نريد من خلال هذا الطرح وهذه الرؤية هو التوصل إلى قاسم مشترك بين هذه القوى جميعا حتى ندخل الانتخابات البرلمانية. لدينا أكثر من 700 مرشح حتى الآن. ستبدأ اللجان المتخصصة في فرز الأسماء ووضع معايير لا تقوم على المحاصصة ولا القسمة، وكذلك رفض مبدأ الإقصاء السياسي ما لم يكن هناك حكم قضائي صادر بحق أي شخص معين. أنا عدو أحمد عز اللدود، يعني من أحمد عز؟ أحمد عز هو سبب سقوط هذا البلد. هذا البرنامج الذي سأطرحه الآن بالإضافة إلى الوثيقة السياسية التي استمعتم إليها منذ لحظات، سيوقع عليها رؤساء الأحزاب جميعا قبل أن ينتهي هذا اللقاء. السيد المهندس موسى مصطفى موسى رئيس حزب الله. كتير هينضم لأنه ائتلاف لحب مصر، ائتلاف عشان مصر ما تتقطعش، ائتلاف بنقول لكل الأحزاب أهلا وسهلا، ائتلفوا وتحالفوا حتى يكون لنا برلمان ينظر لمستقبل إن شاء الله بالخير لمصر.